ايها الشعب التونسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيس معالج من نيويورك، غبت عليكم شوية ولكن العودة سوف تكون بقوة ان شاء الله. حبيت في هذا الفيديو هذا اليوم نتوجه الى الشعب التونسي كامل. حبيت نتوجه لكم بهالفيديو هذا لانه كما العادة فيديو خطير وخطير وخطير ومهم 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 جدا. وتسمع، وإذا عجبك الفيديو هذايا تعمل مزية في الأخر، تعمل بارتاج وتوصل لغيرك وخلي العباد كل تسمع. وإذا كان عندك فرصة تحكي للناس اللي بحذاك في المحيط متاعك، في المدرسة وفي القهوة وفي الخدمة، توصل حتى المعلومة هذه توصل، وباش تعرفوا اللي شكون يحكم فيكم في تونس اليوم. به، مش نعطي أول حاجة، مش نبدأ بمثال صغير برشا. اعتبر اللي تسمع فيه أنت تو في الفيديو هذايا، نفرض عندك أرض، قطعة أرض، وإلا عندك دار، وجي نهار تسمع أن الدار هذيك تحتها كنز، أو الأرض هذيك مدفون فيها كنز. يا هل ترى السؤال تجي للسيد اللي قالك فيها كنز وتقول له طلع الكنز ونقسم انا وياك، والا الكنز اللي كنت يا خاطر تحت الارض بتاعك ولا تحت دارك، والا شنو انت كتونسي كمواطن تونسي شنو تشوف الحل في هالموضوع هذا؟ به، مازلت نحب نوصل بشويه بشويه، خاطر برشا عباد قالوا لي لازم التونسي توصل له الفكره بشويه بشويه. طيب، قلنا عندك كنز تحت الارض ولا تحت الدار اللي انت تملكها، جاك المعتمد ولا الوالي قال لك الدار هذه تخرج منها وهالكنز هذه ماكش مش تاخذ منه حتى شيء، تتنرفز تتنرفز وتطير لك. هذا بالضبط اللي صاير اليوم في تونس، واللي صاير اليوم في تونس بهالطريقة هذه باش نفسرها لك من جديد. نرجع، انت قاعد في دارك، جاء الوالي عمل العركة قدام الدار، جاب زوز من الناس خلاهم يتعاركوا قدام الدار، صارت عركة، ضربوا جماعة، ضربوا بعضهم، مات واحد فيهم او اللي قالوا انه مات، هزوه دفنوه ولا بعدوه، وجاو قال لك اسمع راه اختر في الدار هذه لازمك تخرج على خاطر اختر عليك ممكن يجوا يقتلوك. هذا اللي صاير بالضبط في تونس اليوم. نبدأ نقرب، جاك المنصف المرزوقي والحكومة والمعارضة والإعلام التونسي نهار كامل يعيطولك إرهاب 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 إرهاب، ولازمك تبعد وترد بالك وتخرج. وجاو عملوا عركة اللي قتلوا فيها زوز اللي قلت لك عملوا، قال شنو ماتوا باش يلهيوك باش يخرجوك شوية من دارك باش تتلهى ما تتلهاش باللي بالشيء الآخر اللي قاعد يصير، متاع شكري بالعيد ومتاع منصف محمد البراهمي وغيرها 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 من الأكاذيب والمسرحيات. واللي يحب يسبني يسبني، ولكن هذه حقيقة، سبوني برشا ولكن أنا ديما مواصل وديما ناخذ في السب، والله يرحم والديكم وإن شاء الله تلقاو فيه أجر نهار آخر. اللي صاير هو يقول لكم المنصف المرزوقي مثلا، نبداو في تطاوين واللوطة في الصحراء التونسية، فما الإرهاب ويجب وضع هذه المنطقة منطقة عسكرية معزولة، ما لازمكش تقرب لها يا مواطن يا تونسي. علاش هذه المنطقة اللي في الجنوب معزولة وعسكرية؟ لأنه فما أكبر مخزون غاز طبيعي، غاز الشيست، موجود على نصف تقريبا نصف تونس وانت هابط. موجود هو الحوض، اسمه حوض غداهم في الجزائر، جزائري، ولكن يغطي نصف تونس، النصف السفلي لتونس، جي من نص وانت هابط تونس تعوم فوق هذا الغاز الطبيعي، غاز الشيست. الحكومة قالت ما خرجتش وما عطاتش تراخيص باش تخرج هذا الغاز، لكن كذابة، والكذبة هاو علاش؟ قديش من واحد تونسي حس في الفترة هذه الأخرانية فما ارتفاع في الزلازل، الرجات الأرضية؟ حطيت أنا سؤال على الفيسبوك، قديش من واحد وقتاش الفترة آخر مرة حسيت فيها زلزال؟ والعباد بدأت تهبط، الجمعة الفايتة، الشهر الفايت،
اي نعم اي نعم، لانه فما دراسة وتنحطها فيديو انه استخراج غاز الشيست يصير بهالطريقة هذه، طريقة مسهلة مش نقولها لكم. لازم يحفروا يحفروا الى اسفل الارض، ولازم يكسروا بالانجليزية يسميوها فراك فراك the stones، يكسروا الصخر اللي تحت الارض ويستخرجوا المياه الموجودة في باطن الارض مع لي ديشي مع الوسخ الثاني، وبعد ذيك المياه هذيك لازم يرجعوا يضخوها في اسفل الارض في 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 بئر ثاني، يضخوها باي فورس بالقوه. هذا الضخ هذا يتسبب في الزلازل، ونحط لكم الرابور. وفما العديد يعني اللي يلوج شويه بالانجليز، شيل هو الغاز الشيست بالانجليز اسمه شيل، شيل غاز اكستراكشن ايرثكويكس. لوج وتلقى الفيديوهات وتلقى الكنامي صحيح 100%. برش يقولوا جيب الحقيقة، هاي الحقيقة موجودة على على اليوتيوب وعلى الجوجل، واختاروا وشبع روح بوقرة به. لذلك الغاز قاعد يخرجوا فيه، والحكومة بما فيها أول شيء المنصف المرزوقي رئيس الدولة، ومن بعدك الحكومة، ومن بعدك المعارضة. أنا ديما قلتها الحكومة والمعارضة كلاهما واحد، كلهم يخدموا على تحت إدارة خارجية واحدة لاستخراج الثروات التونسية اللي هي حق للمواطن ولا الشعب التونسي، ويعطيهم ليسونس ديكستراكسيون يعني تراخيص لاستخراج هذه الثروات وسرقها ونهبها خارج تونس، وبالمقابل يخليهم في السلطة حكومة ومعارضة وتمثيلية. وهاك الشعب لاهي كمال الطيف، شدوه في كرهبته، شكري بالعيد قتلوه قدام داره، محمد البراهمي قتلوه قدام داره، الجنود ذبحوهم في جبال الشعامبي، الغام في جبال الشعامبي. هذا كله ما كانش وقت 23 سنة التالي، وقت اللي كان بن علي يحكم ولا بورقيبة قبله. تو جديد الحكاية هذه، زلازل بدات، الاغتيالات بدات، الارهاب جاء، كله تمثيلية لإشغال هذا الشعب على أهم نقطة وأهم موضوع، وهو الثروات الطبيعية التونسية. يا شعب تونس، سيب عليك متخلويض متاع السياسة وركز على النقطة هذه مليون فصاعد. هذا تهديد ليك أنت يا مرزوقي، ولا الحكومة ولا المعارضة. قيس معالج يهدك اليوم، والشعب التونسي نجم نقنعه، ونعرف كيفاش نقنعه. اي قصة متاع اغتيالات جديدة والارهاب جديد سوف تتسبب في اعتصامات وتسكير الشركات التنقيب على النفط وعلى الغاز في تونس، والتسكير متاعها يصير بالاعتصامات. وصارت بعد الثورة، فما شركات اجنبية موجودة في صفاقس وفي بلدان في مناطق في ولايات ثانية، قاموا الشباب بالاعتصام امام هذه الشركات، ومنع الخدامة والشغيلة متاعهم باش يدخلوا للشركات هذه، ووقفت هذه الشركات ودفعوا لهم تعويضات. ونعرف شنو قاعد نحكي، ياما توقفوا شنو بيسميوها هذه، معناتها الحكايات متاع الإرهاب وحكايات الاغتيالات، إيميدياتمون حالا وفورا، وإلا ثم طرق ثانية توقفكم. لما تتهدد المصالح الأجنبية في تونس، وقتها أنتم ما نجمتوش تحميوا هذه الشركات الأجنبية، وقتها هذا الأجنبي مش يطيركم من بلايسكم جميعا. فيزيوم الكذب ويزيوم التبلعيط وكذابة راكم كلكم، من منصف المرزوقي، راشد الغنوشي، لحمادي جبالي، للجماعة الكل، سامحوني سميت ثلاثة سامي، ولكن الجماعة الكل، السياسيين الكل يقبضوا من هذه الشركات ومن هذه السفارات الأجنبية اللي تلوج على خيرات تونس وعلى ثروات تونس التي هي حق وملك للشعب التونسي ولا غير. واللي يحب يجي يعاوننا باش نخرجوا هذه الثروات هذية ياخذ 10-15-20% والباقي ملك للشعب التونسي، وليس منه وليس 80% أو 90% للأجنبي، و 10% للسياسيين والمنافقين والخونة اللي يحكيه فيه واللي يحكموا في البلاد. هذه رسالة
ان شاء الله توصل للشعب التونسي كل، وندعو ادعو الجميع باش تمشيوا وتبحثوا. وسيب عليكم من كمال الطيف ومن شكري بالعيد ومحمد البراهمي، ونحلوا صفحة جديدة نحن الشعب التونسي، نتلموا ويد واحدة ضد هذوما الخونة اللي باعوا تونس واللي باعوا ثورات ثروات تونس واللي عملوا الانقلاب في تونس. يعني اللي عملوا الثورة هي التوانسة، الشعب التونسي، ولكن فما يد أجنبية هي اللي دخلت وعملت هالشيء هذا، واللي حركت الشعب التونسي باش تصير الثورة. والله أعلم شنو هو النظام السابق، ممكن ما وافقش على استخراج هذه الثورة ثروات الغاز الشيست، لأنه غاز الشيست يا جماعة رغم أنه ثروة كبيرة لشعب تونس ولتونس، لكن الاستخراج متاعه يتسبب في 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 مشاكل في ال 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 ليناب دو اللي تحت الارض، ويتسبب في 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 يهلك الارض، لا يهلك الارض يخرجوا منها. فما محامي، فما فيديو مش نحطه ان شاء الله بعد مع في اخر الفيديو هذايا، فما محامي هو في امريكا سوف اتصل به، هو كان يعني حط الفيديو هذايا لانه فما سكان اوهايو في ولايه اوهايو في امريكا حسوا به زلازل مثل هذه، وقال انه هذا المحامي هذا ياخذ القضايا هذه ويرفع قضايا لتوقيف هذه الشركات من تنقيب ومن باش يخربوا ليناب دو ولا يخربوا المناطق هذه. لذلك اللي يشوف الفيديو هذا بالله يعمل له بارتاج، وللحكومة راك تكذب لأنك رخصت للأجنبي، رخصت للشركات الأجنبية لاستخراج غاز الشيست. ولمنصف المرزوقي المنطقة الجنوبية ليست كما قيل أنها، لأنه فما منطقة يعني منطقة عسكرية، وممكن أنا حتى أنا كذلك غلط، ولكن لأنه نص تونس اللوطاني كله ينتمي فيه يعني يعوم فوق هذا غاز الشيست وفوق الثروة التونسية اللي هي حق ملك وحق وملك للشعب التونسي. انت يا تونسي اللي تسمع فيا توا، شوف بعد الثورة شنو جاك في جيبك، هل تحسنت اوضاعك المعيشية، تزاد لك فلوس؟ اظن لا، بالعكس زادت البطالة وزادت المشاكل وزاد الهم، والناس كلها ما تحسنتش اوضاعها. في دول الخليج بعد ما صارت الثورة في تونس عطاهم الفلوس وعطاهم متعوهم بشو عندهم من خيرات وثروات مالية باش يسكتوا ويخليهم. في تونس صار العكس، انتم لا يزي عملتوا الثورة، لا يزي تسرقت اموالكم وتسرقت ثرواتكم وما جاكم حتى شيء واوضاعكم اتدهورت. نحن توانسة وهذه الثروات حق للتونسي وليست حق لخونة جماعة 100 ولا 150 سياسي نهار كامل يتكلموا في التلفزيونات ويمهمشوا في أفكار الشعب ويقولوا فما إرهاب ولا فما لا إرهاب ولا هم يحزنون، والزلازل اللي قاعدين تصيروا فيها فهمتكم شنية وشنية أسبابها، وتزيدوا تبحثوا. وللخبراء اللي عنا في تونس والناس اللي تعرف تتكلم الإنجليزية ابحثوا ونوروا الشعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يد واحدة توانسة كل، ونخرجوا هالخونة هذوما ونوقفوهم عند حدهم، وبلا إرهاب. مسخونة البلاد، مسخونة بلادنا تحكي تونس كانت بلاد يعني رمز للسياحة ورمز للسواح يجيوا باش يتفرهدوا، تو ولاو يخافوا من البلاد هذية، والإعلام العالمي كله يحكي علينا. تونس راهي نعمة وأرض خير، أرض خير رغم اللي كانت فيها السراق وظلوا فيها السراق وما زالوا فيها السراق، ولكن تبقى دائما أرض خير وبركة وملك للشعب التونسي وملك لمستقبل أجيال تونس ولشباب تونس. فيق يا شعب، واعرف شكون اللي يحكم فيك، والمعارضة والحكومة كلهم يمثلوا عليكم وكلها كذبة، والكلهم إدارة واحدة يمشيوا فيكم بطريقة أنه ما يطيحش الحكم في تونس، ما يطيحش إذا كان عند هذه ولا عند هذه، هي نفسها خدمة لأسيادهم في الخارج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Did you know that earthquakes may be linked to gas exploration activities? Did you know that in the state of Ohio, since 2001, there have been 14 earthquakes? Recently, seismic researchers
have identified an earthquake that took place approximately 3 months ago in Ohio, and they believe it was caused by gas exploration activities. Hi, my name is Bill Dubinavich. I'm an environmental attorney with the law firm of Parker Wakeman. Currently in the state of Ohio, companies are transporting fracking fluids, spent fracking fluids and waste generated from gas exploration activities in Pennsylvania, and they are injecting them deep within the surface of Ohio. How are they doing this? Well, deep wells called injection wells have been drilled, and companies are taking the waste generated or produced from fracking and gas exploration and under high pressure, sending them down deep into the surface of the earth, thousands of feet. Seismic researchers in Columbia and other universities believe that injecting this waste under high pressure deep within the shale of Ohio can cause underground disturbances, which in turn cause earthquakes. If you have any questions regarding gas exploration activities or earthquakes that may be related to deep injection of chemicals in the subsurface, call me. I'm an environmental attorney at Parker Wakeman. I handle these cases on a daily basis, and I'll have the answers for you. Thank you. حضرات السادة والسيدات، مرحبا بكم. بداية أقدم نفسي، أنا مستشار هادي علي مصطفى بن أحمد عساوي، خبير في مجال الطاقة، يعني 25 سنة مغترب. سيتم التطرق مرة أخرى لموضوع غاز الشيست، لأنه يبدو أنه لم يتم إلغاء هذا الأمر ولم يتم التخلي عن تكنولوجيا غاز الشيست الخطيرة والتي ثبت فشلها في كثير من الأماكن من العالم، وخاصة عند من أنشأوها ومن أوجدوها كتكنولوجيا. فمن العجب العجاب أن التكنولوجيا يتم وضعها وتخطيطها ودراستها منذ سنوات عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية ويتم تطبيقها في تونس مثلا. جايين اليوم يحطموا في منطقة شاطئ جريد، وأنا كلفت ناس من الجمعيات الأهلية ومن أصحابي ومن زملائي يصوروا صور وبعثوا، هذا الشيء يفجع. ليزوازيس جفت، أشجار النخيل عقيمة يقبروها، احنا نقولوا يقبروها يعني يلقحوها ما تنتج. صار حالة من الأزمة الفعلية بسبب أنه إحدى الشركات تريد أن تضاعف مربيحها بكم معين، وبعض الوسطاء وغير الوسطاء يتخذون لهم بعض الفتيات هكا، ياخذ له سياره باهيه ويتزوج مراه جديده، في حين ان بلاد متنزل. الخطوره في هذا الشيء ما هوش فقط ثروتنا من النخيل وثروتنا من ما خصنا الله به من نوعيه جيده من النخيل اللي هي الدقله ومشتقات الدقله وتمر العليق الكعبه قدك، مش موجود في العالم. الفولي الثاني وهو خطير ايضا وخطورته مضاعفة، أننا نلوث مخزوننا من المياه الجوفية، المياه العذبة اللي هي صاب ديزريان، هذه مياه معرضة الآن وهي تلوث فعلا، ولا يوجد، نعود للفورميل العلمية متاعي المقياس اللي نمشي به، لم يوجد ولا يوجد ولن يوجد من يستطيع نفي كلامي بكوني المياه الجوفية في حوضين الرئيسيين جنوبي شاطئ الجريد وشمالي القيروان، حوض القيروان مغيلة، مهددة حقيقة وفعلا بالتلوث. إذن هذا تلوث ثاني وخسارة إيمينونت. هذا حق الفرنيق، أنا استرسلت في الكلام، هذه جنوب شاطئ الجريد، تحت شاطئ الجريد مباشرة، يعني باش ينشفوا الماء اللي طالع طبيعي من الصحراء لغابات النخيل وتتحطم ثروتنا من النخيل. هذه محل حرب، هذا محل دم، ما يزمناش نسكت عليه، وهذا راهي عملية بيع ممنهج للدولة التونسية، يجب أن يتوقف. هذه نقطة. باش نعطيكم حاجة أخرى ووسعوا بالكم معايا، تخص المخاطر
الفعلية والحقيقية اللي عشناها ونعيشها وإحنا مش عارفين إيش صار في أماكن مغلقة وغير مغلقة. هذه محطة الفرانيك مصور بالطيارة اللي سألني توا على الصور بالساتيليت. أنت هذا حقل هذا في بلادنا. ظهر اللي تشوفوا في الأحواض الزرقاء هذه هي أحواض الديكونتاسيون تاع الماء اللي ما ملوث بالبكتيريا بمواد التنظيف بحبيبات الرمل اللي هبطوها باش يحلوا الشيء صخر الشيست ويطلعوا منه الغاز. هذا إذا جنوبي حقل الفراني هذا من 2008 وما يخدموا الآن. الإنتاج المعلن لديهم هو 10,000 كيلو باريل من الغاز. لما يحفروا جيزمون في السطح يردوه 20-30 جيزمون تحت الأرض، يغيروا مسار تيت فوريز ويحفروا بشكل أنه يستنفذوا المنطقة على مسافة 50-100 متر بهذا الشكل. يعني من فوق عندكم جيزمون لهنا واللوطة تولي شبكة من الحفريات تتهتك الصخرة الأم اللي هي لاروش مير وتتولد الزلازل والانزلاقات الأرضية. الاسباس بين الفراج والفراج حدود 200 متر. هذا العمل احنا نرى لا نراه على السطح، نرى فقط هذا الشيء اللي هو حفر متعددة ومسارات عربات النقل. وبقايا الحفير وهدم الطبيعة، هدم الأرض، هدم الحياة في المنطقة التي يتم استخراج الغاز فيها. أنا باش نوريك الصورة متاع الفرنيك. هذه هي فعلا منطقة الفرنيك وهذا جيزمون قاعد يخدم، واحد من الجيزمون لأنه كما قلت لكم يخدم في مكان بعدين يتنقل عين ديستانس بتاع 400 متر 500 متر يعاود يحفر من جديد ويدخل لوطة ويوسع الحفريات بتاعه